يلا جيبها يا ابن، جيبها مساند حطوا، نزل 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 راح نجيب مساند حطها اظهر. مساند مساند بتجيب مساند حطها اظهر ونجيب حق الظهر. وكل من له قلب صافي هلا فيكم تزين القوى في يا هلا البزنس كفو، يا هلا البزنس كفو بالسوالف والفوايد والنوادر والقصايد، كلنا صايد وفايد يا هلا البزنس كفو، يا هلا البزنس كفو ضونا كل وقت حية عاملة بشاذلية، ضيفنا يالله حيا يا هل البزنس كفو، يا هل البزنس كفو من نزل سوق التجارة يتعب الكسب الصدارة عالم البزنس شطارة، يا هل البزنس كفو، يا هل البزنس كفو الحماس من البداية لين تتويج النهاية، للتحدي فيه راية يا هل البزنس كفو، هلا يا هلا في كل وافي وكل من له قلب صافي، هلا فيكم تزين القوى في يا هلا البزنس كفو، يا هلا البزنس كفو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد كان في قصصهم عبرة. سمعتم، وقفتم، قرأتم بقصة النبي صلى الله عليه وسلم مع أيتام. من هؤلاء الأيتام؟ الكرام، أبناء الكرام، أبناء جعفر بن أبي طالب. لما استشهد في غزوة مؤتة وجاءه الخبر من جبريل، ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت آل جعفر، وكان عنده أربعة من الأيتام، عبد الله ومحمد وعون وابنته، فجمعه النبي وضمهم وشمهم وقبلهم ومسح على رؤوسهم، فإذا به يسمع صوت أسماء بنت عميس أمهم تبكي وتولول، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: تخافين عليهم الضيعة يا أسماء؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: أنا وليهم في الدنيا والآخرة، أنا وليهم في الدنيا والآخرة، كن أنت ولي هؤلاء الأيتام. نعم، لا تدع الفرصة تفوتك، ستذهب إلى غيرك، ستذهب إلى غيرك، هذا وقف بين يديك ينادي قلبك الذي فيه عظيم وجميل الرحمة، ينادي هذه النفس التي تحملها بين جنبيك الجليلة الجميلة المحبة للخير. تعلمون ما هو هذا الوقف؟ وقف اليتيم الأول التابع لجمعية البر الخيرية بوادي عمود بمنطقة جازان، يعتني بالأيتام
من جميع أبوابهم وحاجاتهم، تعليمهم، علاجهم، سكنهم، للباسهم، 15 باب، 300 إذا كان لك، لوالديك 600، للأسرة صغيرهم كبيرهم قريبهم بعيدهم 900. لا تدع هذه الفرصة تفوتك، لا تدعها تفوتك. كن وليهم كما كان النبي يقول لأيتام جعفر: أنا وليهم في الدنيا والآخرة. اكفى اليتيم قبل تخلص قهوتك، أبا أعلمك كيف. بست خطوات بس، في مباشرة الراجحي اختر تحويل لجمعية خيرية، اكتب في خانة البحث جمعية البر بوادي عمود، بعدها اختر حساب وقف، اكتب المبلغ اللي تبغى تساهم فيه، اضغط تأكيد وبيوصلك رقم على الجوال، ادخل الرقم لتدخل السعادة لحياتك. ها، خلص قهوتك ولا باقي؟ تراها كفالة مدى الحياة ولسه ما خلص قهوتك. ماجوري. ما عندك مباشرة الراجحي وتبغى طريقة أسرع للكفالة؟ عندي، أبعطيك طريقة التبرع عبر المتجر. ادخل على رابط متجر جمعية البر بوادي عمود واختر سهمك اللي تبغى تتبرع فيه. عندك سهم الفرد ب 300 ريال، وسهم الوالدين ب 600 ريال، وسهم الأسرة ب 900 ريال. أو تبرع بأي مبلغ تقدر عليه من خانة أي مبلغ. كمل التبرع بأبل باي أو البطاقة البنكية، ومبروك عليك الكفالة الدائمة والأجر في الدنيا والآخرة. تبغى العلم الأخير، تبغى علم بعد وراء علم، تبغى انشراح الصدر، تبغى سعة الرزق، تبغى استجابة الدعاء، تبغى التوفيق في الدنيا وفي الآخرة، ساهم في وقف اليتيم 300 ريال. الوقف يكفل الأيتام مدى الحياة. هذا مو بعلم زين ولد؟ شو قطري ولد؟ مش عرفك زين انت، مش عرفك زين انت بالله، مش عرفك؟ عندي لك معلومة حلوة يا ابو والله يستر. ها وش عندك؟ تدري ان اطول رقبة في الحيوانات انها الزرافة؟ والله يلا ما تصبر عليك. ما عندك اصلا معلومات؟ ما عندك معلومات؟ انا والله عندي المعلومة. ما بعندك عندي معلومة. اي وش المعلومة؟ تصدق تقدر تاكل اليتيم 300 ريال مدى الحياة؟ تمزح. اقصد خلي علم عندي انا. لا لا تمزح. خلي علم عندي انا. وقف اليتيم الاول تعطيه 300 ريال يكفل اليتيم عنك مدى الحياة، مو بشهر ولا شهرين ولا شهور ولا حتى وقت معين، مدى الحياة. إذا صادق ودني له. مشينا. أنا بدفع خمس، ما هم بقى 300. مشينا. مشينا. يلا مشينا. ها. العيال وين راحوا؟ يكون رايح يكفل اليتيم وأنا جالس هنا. أنت إيش تحتري؟ أنا رايح أكفل اليتيم كفالة 300 ريال مدى الحياة. ايش تحتري؟ يلا يلا مشينا. يلا يلا سام سام. لقيت يا خاطر عسى الله يحييك ارشح مبهرات الدلالي عند الرفيز اللي يعزك. الله يجازي المقبره السود الايام ويجبر صواب الخاطر اللي سكنها فقدت فيها اغلى علاقاتها العام وخص منها اللي ما يعرفه. أشجع على البرامج الشعرية اللي تشجع الشباب وتبرز مواهبهم وتبرز، وهذا شيء للجميع. وأنا أشور على الشباب يتقدمون، اللي عنده موهبة يتقدموا، هذا وقت. وأنا بالنسبة لي داعم للبرامج اللي بذكر. الوقفة الصادقة ما هي مذخورة، وكل تقدم باسم ربعه وابن عمه، والشعر مغزاه في مبداه وشطوره، والشاعر المبدع الابداع في دمه. دعواتك الطاهره بالصوت والصوره هي الوقود الحقيقي صدق يا يمه، تلافى اهل الشعر من كل مقطوره، احد انعصب غترته واحد انشمر كمه. ليل التنافس اليا منه سطع نوره، ما يبغي الا شجيع يرفع الهمه، الشاعر اللي ليا عبر عن شعوره
ثلاثة أرقاب رواد الأدب يمه. هلا يا هلا في كل وافي وكل من لقلب صافي، هلا فيكم تسينا القوافي، يا هلا البزنس كفو، يا هلا البزنس كفو، بالسوالف والفوايد والنوادر والقصايد، كلنا صايد وفايد، يا هلا البزنس كفو، يا هلا البزنس كفو، ضونا كل وقت حية عاملة بشاذلية، ضيفنا يالله حيا، يا هل البزنس كفو، يا هل البزنس كفو، من نزل سوق التجارة يتعب الكسب الصدارة، عالم البزنس شطارة، يا هل البزنس كفو، يا هل البزنس كفو، الحماس من البداية لين تتويج النهاية، للتحدي فيه راية، يا هل البزنس كفو، يا هل البزنس كفو، هلا يا هلا في كل وافي وكل من لقلب صافي، هلا فيكم تزين القوافي، يا هل البزنس كفو، يا هل البزنس كفو، عشان ارتاح منك. ليش على بعض السوالف تشاورني؟ ليش على بعض السوالف تشاورني؟ ايه مثل ما تشاورني على القاف والاوزان، ليتك على بعض السوالف تشاورني. الله الله طريق. لا ايجو 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 شو ايجو ايجو والله العظيم اكب بالبسال عليك، والله والله اكب. البيض خلص يا فارس، من خلص البيض؟ الباب، الباب خلص على الايام مشرع بالباب. انا اقول كل يوم يا فارس كلهم اقول تبوا الطماط، طب لا يضيع الطماط، لا يضيع. هذه والله المشكله. هذا شو بهار؟ هذا وش هذا؟ كمونه. ايش كمونه؟ في ريحه بهار خايس. شو هذه؟ او خوك الولد عزوز ارحب. اعطيك طريقه حلوه. ايه فارس ايش ما هذا الشيء؟ ما له ريحه، هذا من البزنس. عزوز ايش هذا؟ ايش ريحته؟ ايش شوف عزوز معك بزنس اثنين. لا لا ما بدحين ما عليك ما عليك طعني. يلا مخرج الريح. في شاعر يقول مثل ما تشاورني على القاف والاوزان، ليتك على بعض السوالف تشاورني. الله الله ليتك على بعض السوالف تشاورني. خلاص لا 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 انت انت ما تنقلع انت. انا المغطي حق المطبخ اليوم. انت انت شفت القريه هذه كلها؟ احنا طالعين كلها فداك. الله ماشي خشمك بلوتوث. وسلام هي حمراء. اسمع غايب شيطانها. كيف عشان يعني؟ انا ما راح اكل. ليش؟ الحمد لله ليش؟ قلت لي. ليش؟ الحمد لله ليش؟ قهر. الحمد لله. ليش يا نور؟ ليش يا نور؟ عيني يبان منك الجفا. الله دجاجة حجم 900 ما مقطوعة بس. اسكب عليها قليل من الموية. عزوز. فارس نبي كمشة حمراء يا رجل. نبي كمشة حمراء. ما شفتها زي حمراء. اي انا اشهد حمراء اللون. معجون بس يمرر فيها. اتكل على حطه تكفون تكفون غيبي. ايه في زبادي. اوبيه محمد ايش الكبشه اللي ذاك اليوم نطبخها محمد. حط المنت محمد ايش الكبشه اللي نطبخها محمد. ابعد ابعد عن الطباخ تراه يضيق. عطنا 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 معجون طماط. انا ارجوك فارس ارجوك. لبي لبي تعال. وين معجون طماط؟ باقي في بيبسي والله. والله مخلص. قهر. والله مخلص لو فيه والله حطينا بس مخلص يكفي. طيب نحط هذه فارس نحط هذه ياوك خلنا نحرك هذه فارس انزي ذكر ذكرني بخا لا تدري وش شو تحدى تذكرها
ولا ما تسويها؟ ازوز لا فتحة السنون ولا حقد عليها. ازوز شوف فتحة السنون. لا 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 تكفى. شوف تكفى وازع. تكفى والله وازع. وازع لا لا وازع والله خطير بالله. توني ادري خطير اعرف انها تكفى وازع تكفى. لا اعطيك الحين اخوك ولد. شوف الجريمة دم دم يا وازع دم يا مبارك دم الدجاج. ما تشيد حبيدان ليتاثن يسحبوا لك محور بكرة اخوك الولد. بسم الله عليك بسم الله عليك وازع. شو من مسكين قاعد قطعة مال كلها منك عزوز. كلها منك يا ما هو بدهو. ها لا 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 عزوز ومجي لا 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 افا هذا حق الافلام اللي يحطون دم ودم. شو شوف كان يروح من على الجلد ولا يبقى ولا اللي حلو اللي في الشعر اللي في الشعر. لازم تروش والله. تدرون اني اول لا قمت من النوم القى كذا وجهي رعاه. في غبتك ما الدم فارس. شو كف ها اعطى كف فارس. والله بكره فارس يجيك نزيف. لا اعطى كف عرفت فارس اعطني كف. تدري انها نعمه لما طلع النزيف هذا ايش يصير لك؟ ها كان لما طلع مع خشمك ايش يصير لك؟ انفجر الضغط. في غبتك انا بعض المرات نعمه بعضهم يخاف يقول. تدري اني دائما العب يعني بالاسبوعين ذا الاسابيع لانك دائما تكتب. حتى هنا رعبت ثلاث مرات. تكتم ومشكله اذا لا والله ما بتكتم غير لما ضغطت ومسكت. لا والله ضغط ترى هذا ضغط ومسكت. هو الضغط ضغطت ومسكت سبحان الله. يعني تنضغط لقد ما تحيك لقد ما تحكيت تحركت وانت منضغط. ها ينطق خشمك. هي افلم بعيالهم لقائهم. ها افلم فيهم. لا 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 تقعد زين. ها تقعد هذا هذا لا دقيقه تعال ابرش وجهي. لا لا مو بوجهك الله يضعف. لا 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 يروح يروح. لا 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 ايدك ظهريتك بشكل. لحظه 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 تعال فسر يدي فسر يدي. والله ما تحطها على وجهك. والله والله ما تحطها على وجهك. سلامات يا ولد خبل منك. كم يبغى له يا ابو معجب؟ كم يبغى له؟ نص ساعه. انا ما ادري نص. لا لا اقل. إنه ما حد عندي فهمت؟ أقول يا ربي من اللي مع سيارة يا ربي من اللي مع سيارة. أسكت أصبر. والله العظيم أنا شيء أنت لكن ما أدري كيف وينها. أنا بتخلع العالم يا رجال. نسوي مقالب إيش فيك؟ تعقب من اللي مع سيارة يا ربي سيارة من اللي معه. لا لا بخير 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 بخير. أغسل أغسل أبدو. سكين كانت قلت له لا تلعب. يلعبها كيف فطر ريدة منه. ها لا بخخ بخخ. تبون كبسة ولا كباسة؟ الحين لا تبون كبسة ولا كباسة؟ على كيفك يا اخي. همت جد الحبل ما اللي زين يا سيدي؟ ها؟ انا حاطه كذا تكش. هاي هاي فرط مشعل مشعل ترى نشيل من فرطه. ليان مشعل ليان
بدوا ولا ما بدوا؟ ها؟ بدوا؟ وقد بدوا؟ قد بدوا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ها؟ ايه الساعة 4:10 متى خلص لقاهم ذا؟ بيطول اللقاء. ها؟ وداش بكها في ذا اللي تحت ايوه. لا حول ولا قوة إلا بالله. كاي صديان زين حقت من 10 كاش. ايه كلها في الرايمين اخر شيء، كلها في الرايمين اخر شيء. اذا تبغى يحت ها؟ تبغى يحت اخر شيء. لا حول ولا قوة إلا بالله. وين القهوة الزينة اللي في قهوة سوداء؟ والله أنا رواني فارس قبل شوي. وينو؟ ايش قهوة سوداء؟ في قهوة سوداء كانت هنا زينة والله هذه. لا حول ولا قوة إلا بالله. ها؟ أبدك ما صد من من شق هذي والله أنا روات يا ولد روات اللي علمني محن أبو جويحس ما دام لنا الوقت ما بعام بالله يا أبو جويحس إيش شعورك اليوم؟ شوفنا اليوم؟ إي والله خشار اليوم غريب سبحان الله بين فرح وبين طبعا وش خلاني اختار انس وش خلاني اختار ابو شبيب اختيارك انس ها صل على محمد وش تقدم تفضل هيك تفضل اختياري لكم امس فاحب الحوار والتحدث مع الاشخاص اللي يعني اميل لهم اكثر ارتاح الله يطول روحي للقاء معهم وللحديث معهم في جانب الحياه وش مر على الشخص وش حدث له واتوقع انكم اكثر ناس تصارحوني ان شاء الله انا لسه لا تحاول تتهرب لاني في حال هربت قلت هربت تجاوز اول شيء انا يوم قلت أثق في أنس ومحمد المسردي الله يطول طول عمرك أبو متعب كلامي يبنى على حاجات كثيرة أدري أنكم ما تحبون أذكرها ولا وحتى أنا ما أحب أذكر الأشياء هذه إلا أني مقتنع بالشيء ذا الله يطول عمرك لكن أنا ثقتي فيكم لازم تتمدد وأشوف إن شاء الله بإذن الله يا أبو متعب أنا جعلنا عند حسن ظنك
الأشياء اللي أنا ما أدري عنها، وبحاول أصلها بأسلوبي الخاص وبطريقتي. حمد المسردي عيونه. أنت من الأشخاص اللي أعرف عنها الشيء الكثير، وأعرف وش يزعله وش يرضيه، ومتى محمد يعني أقول هذا خلاص محمد بدأ يزعل زعل شنيع، وأعرف كيف أهدي. يعني عرفت شبه 70 إلى 75%، لكن 25% اللي ما عرفت على محمد المسردي اللي هي حياته في المراهقة، وكيف كان محمد المسردي. تبي تعرف عن إيه؟ أنا مراهقة. إيه أنا محمد المسردي هو توضيح للسؤال، يعني عشان بس هل كنت نفس عاطفتك الحالية؟ كنت لين الجناب في الوقت هذا نفس الوقت السابق، أو أنك اختلفت في فترة زمنية وصرت عاطفي وصرت مسالم في بعض الأحيان؟ راح أجاوبك. بجاوب كل شيء عن مراهقتي كيف كانت. إيه؟ أنا ما عشت طفولة ولا عشت مراهقة، لأني بداياتي كانت مع جدي مع شيبان. إيه؟ ما أعرف أطفال. إيه؟ ويوم وصلت يعني فوق عمر 12 سنة 13 سنة مع أبوي ومع جدي، فكنت حتى أروح ليالي المدرسة أروح مع أبوي أسمر مع الشيبان، جو الشيبان. يعني يوم كنت طفل كانت إذا انعزمت أمي ينزلون أخواني الثانيين، أنا منزل أروح مع أبوي. ما عرفت الطفولة هذه، عشت شايب بغطرتي وقالي مع الشيبان. من ناحية الجزء الثاني من السؤال، يوم تقول عاطفتك وهل كنت أنا قبل كذا أو من خلقت كذا؟ إيه؟ لا أنا يعني من عام 37 تغير محمد المسردي، صار محمد اللي تشوفونه. طيب تقدر تقول وش صار في عام 37؟ والله كثرت على المتابعين، اتوقع المتابعين يعرفون. يعني هو وفاة جدي وقصتي مع ابو شارع الله يرحمه. أيه شارع الحمادي. أيه الله يغفر له، الله يرحمهم ويسكنهم في سيح جناته. صار عندي كذا موقف، وموقف ذكرته مع محمد الطواله يوم قصة ضياع اختي وانا صغير، ترى اثر فيني كذا. يعني تعرف الطفل ما ينسى. هل اقول ان محمد المسردي ينكسر في حياته؟ اي في عام 37 انكسر وصار يعني شخص عاطفي. مو بنكسر، اخذ درس عن درس للتاريخ، ان الدنيا ما تسوى شيء، ان ما بين غمضتي حالا والتفاتتها يبدل الله من حالا الى حالا. سبحان. يعني لا تخسر احد وهو باقي على الحياه، على قيد الحياه لا تخسر. تراك ما تدري في غمضة عين تدور بك الدنيا. الله المستعان. جميل. يعني محمد المسردي يقول أنا وصلت مرحلة أني ما بخسر أحد، لأني في أي وقت راح أفقده. محمد المسردي وصل المرحلة أن ودي تروح أنت وأنا زعلان منك، بس ما تروح أنت زعلان مني. أهم شيء ما يروح مني شخص وزعلان مني، فهمت؟ جميل. يعني ما تبغى أثر طيب؟ أثر طيب، كلنا ندور الأثر الطيب، نسأل الله أن يرزقنا الأثر الطيب. وأنت راعي أثر طيب. الله يطول عمرك، ما لك زود ولا من يسمع. ما نقول. لكن فيك سلبية محمد، أنا ودي أعرف أسبابها بعد. مثل ما عرفت انكسارك ودي أعرف السلبية ذي. ولا تزعل مني، إذا ما تبغى تجاوب قل ما أبغى. لا بالعكس، ترى في سؤال أنا قاعد أدق أبي أجاوب عليه من زمان. أنا من أشخاص انفعالي، أنا انفعالي ترى، بس انفعالي والتزم عمري، يعني أمسك نفسي إلى حد النهاية، بعدها خلاص عندي ليفل معين أصل له خلاص. أنت
تنفعل في خلال دقائق معدودة. حلو، هذا السؤال اللي كنت يعني العصبية. السؤال هذا أنا من زمان انقال لي وما أعطى الحق الكافي إني أجاوب عليه. جاوب معك أريحية إنك تجاوب. أبو عايض من الناس اللي عرفني قبل البرنامج ولا عمره شافني معصب ولا زعلان. احنا جينا هنا بين اربع جدران حوش وكذا، فعصبيتي كانت اللي كنت ابي اوضحها، عصبيتي ما كانت يعني اتجاه اخواني المتسابقين، ما هي على الموقف يعني. إيه؟ ولا هي على الموقف، عصبيتي كانت على الضفه الثانيه. يعني كنت اعصب من امور قاعده تصير، يعني تنرفز بالشخص، من ضمن بعض الامور نرفزتكم انتم. طيب 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 تسمح لي، تسمح لي يعني لكن اسمح لي اوضح نقطه. العصبيه اللي دائما انا اذكر في كذا موقف انك عصبي، او يعني نقطه سلبيه محمد بن مسر دي انه عصبي تحت البث، لكن ما اعطى الحق، يعني ما حد يعني قد قال نسبه عصبيتي تحت البث كم. انا اعطي نسبه عصبيتي تحت البث 5%، 95% محمد المسردي عنده رياليتي وعنده طاقه وعنده ضحك، عنده اشياء كثيره تحت البث ما يشوفونها الناس فوق البث. طيب شوف، فانا حطيت دائما حتى يوم اني طلعت يسالوني انت عصبي تحت البث، واقول والله العظيم انا صدق عصبت، حصل يمكن 3 مواقف او 4 مواقف، واول موقف يعني مره واحده طلعت على البث وانا معصب. الموقف اللي ما حد ينساه يوم عسى الله العيده، يوم راح ابو عايض قريب. انا بتناقش مع انس في الموضوع ذا ولك حق المداخله اذا خلصنا. تفضل انس. سامي ابو بدر، سمعت كلامه؟ سمعت الله كلامه الله. يقول انا هو عنده تناقض. يقول اتمنى الشخص يروح من عندي وانا زعلان عليه، وانا زعلان عليه وما هو زعلان علي. ايه، في احد الايام في هذه القناة تحت الهواء تكلم علي محمد المسردي، في خلال 15 دقيقة طلع أنا الصح والغلط. الجانب هذا طلع على جنب. حلو، هذا ملف. طيب لو أني شخص شلتها في صدري قلت أخطأ علي أو ثقلت عندي صدري، هذه إشكالية. صح، فأبو شبيب ما أشوف أنه برر لي وش الأسباب اللي تخليه ينفعل. صح، ما هو مبرر لك. إيه، هو قال أنا فعلت هنا و... إيه؟ أنا ما هو مخرجك. إيه هو مخرجك. مخرجك. لا لا شفت ولا لا، لكن انا اول شيء بتكلم عن الرجال هذا. بتكلم عنه ثم بتكلم عن اللي قاله. ابو شبيب يملك قلب رحوم، قلب مسامح، قلب جميل جدا ومعجب به ما شاء الله تبارك الرحمن. صاحب اخلاق يجبرك على احترامه، وهذه نادر الان في الزمن هذا اللي يجبرك على انك تحترمه ويحترمك احترام يبادلك الاحترام اللي تحترمه فيه. الشيء الثاني، ابو شبيب في بعض المواقف يصير محمد شبيب محمد المسدي واحد ثاني، ما تعرف، ما مو مو رفيق يعني. مدح لك احيانا ما هو الحين قلت لك هذا كله في بعض المواقف ما هو هذه النقطه اللي اي ما هو. هو ينسى نفسه، ينسى اللي حوله، ينسى الموقف. انا قبل كنت اقول لابو شبيب قلت لا تكبر المواضيع، المواضيع كبرها. يعني لو تنكب المويه الحين قال كبر المويه خربت الطاوله الدنيا خربت المويه، ما ينكب، هو يكبر المواضيع الله يهدينا وياه. ثم دو سلامه يتعب اللي حوله، يعني المشكله صارت بين اثنين جهه وطرف ثالث شوي، العشرين رجال تعبانين كلهم بسبه ابو شبيب. انا من احد نتعب تعب انا جدا. واحد من العيال كان يتصامر كان يركض في السيب يسولف مع نفسه، ابو شبيب ابو شبيب ابو شبيب مع ابو شبيب موجود. عصبيته اتعب الى مرحله، شوف اتعب اني شوف تعرف تمسك لك حاجه ها تمسكها اتعب لين تنفك ميدين عين فيها. اي هذا شوف
صراحة. لكن عصبية ابو شبيب انا اشوفها، وتحديدا اشوف ان ابو شبيب عصبية ابو شبيب ذي ما هي من فراغ، جايت من موقف. هذه ابغى من لسان. اي نعم، انا اقول تحليلي انا، عصبية ابو شبيب اللي نشوفها احنا ما هي بعصبية يعني، لا في موقف صار له عقبها الموقف ذا ابو شبيب فقد السيطرة على نفسه. انا اقدر اقول لك وش صار له وش حصل له، بس انا ما ابغى يقول الكلام ذا، انا ابغاه يقول حصل لي ما شابه ذلك وهو السبب زيك، ولا اقدر اعلمك وهو يعاين فيني يسمعني الحين. انا قلت لك مخرجك وش صار، لكن ما ابغى اذكرها، حتى ممكن تحت الهواء ممكن اذكرها لك، ممكن ما اذكرها الصدق. انا محذر ما يعلمني فيها. انا محذر ما يعلمني بس بالله خلاص، لان اذا علمني فيه ماني خليه على كيف. نطلع من النقطه هذه، خلي ابو شبيب يريح لنا، مخرجني يحاول استدرك بعض الشيء. عندي توضيح بس على كلام ابو عاد، يوم قال يتعب العشرين يتعبون، عشان بس نبين للجمهور يتعبون من اي ناحيه ابو عاد. تعبون خلاص ينسون المشكله، يجونك انت مشكلتهم قبل كان مشكلتهم على خلاف على الدفتر. ابو عاد لبي، يتعبون من حوله. اي تحدد رقم 20 تحدد 15 انت تخش هنا في دوامه. لا انا احدد كذا رقم يعني عادي، ما هو ولا اقدر اقول 5 6 7 بس انا قلت 20 كذا. على سبيل المثال يعني، تعال هنا على سبيل المثال، ترى ما قلت يعني عشان تحديد لا لوكيشن عادي، يعني من 5 من 20 قلت 20 كذا، 20 رقم ما هو يعني محدد على شيء خاص ولا عود على شيء، لا انا قلت 20 كذا. يتعب اللي حولك سواء عندك 20 ولا عندك 100، ينسون مشكلتهم تصير مشكلتهم انت، مشكلتهم عصبيتك. طيب هذا هو الصحيح اللي قاعد يشوفه. طيب نرجع لك انس، سمي موت صار كذا ان شاء الله. شوف ادري انك تدور الخير، وادري انك شخص فيك من صفات الخير ما لا يحصى. هذا خله على جانب، ان نبغى الجانب الثاني، جانب بشر يعني. لا لا لا, لا. ليش انس يتعب ورا الناس؟ كيف اتعب ورا الناس؟ انا هذا طمر وسوى لازم جميل، احنا هنا في منافسه، اسمعني احنا هنا في منافسه، انت العيال راح وش عنده سويت فتتشين، انا جالس وانت تحترق، انا ما انسى المواقف هذه. لا تسبلها تمر مرور اكرام من عندي، لا هذه حاجات والله من طيبك انت ولا ما من طيبي انا، محسوبه عندي، بس اي واحد انا ما اسويها عشان ترى احنا جلستنا هذه ما في غير، طيب بعلم ما في غير صراحه تسوي اكبر منها ابو لا شوف هذه ما تجي، ترى السمات هذه ما تتصنع، تجي بالفعل. طيب. اقول لك عليها، بس انا ودي هل هو ما هذا ايش يقول؟ وش بعلمك انا، هذا انا سواء في منافسه ولا بدون منافسه هذا انا. والله يا ابو متعب، مو بكلامك ما انتم حتى هنا البرنامج، قبل البرنامج من اخوياي ومن اخواني، ما هم قصدهم منهم يعني، هم قصد ابو متعب، العاده دي زين اللهم لك الحمد، لكن انت ابدا بالشيء هذا، انت يعني اولى بالشيء هذا، فهذا انا اللي انا الحمد لله والشكر توفيق الله سبحانه وتعالى، ولا انا عبد ضعيف مليان من المعاصي عسى الله يغفر ذنوبنا، ألقى تيسيرها قدامي، ألقى ردة الفعل، ردة الشيء هذا ألقاها قدامي أنا. مهما سويت شيء تساعد فيها الناس، تساعد في شيء تقدم الناس عليك في بعض الأمور، تلقى ربي يجازيك فيها في الدنيا قبل الآخرة، كيف الآخرة؟ فهذه طبيعة أنس، ما هو جوابي والله ما بنا أني أتهرب منك، لكن هذا طبيعة أنس. حتى كثير من العيام سكوني تحت الهواء على جنب قالوا أنت بيض الله وجهك، لكن إحنا في منافس، وإحنا قلت أنا منافس، المنافسة موجودة ومنافس انا ومعكم في المنافسه، لكن في بعض الامور بالعكس اخي احس انها واجب علي، وجوب اني اسوي الشيء هذا. ترى السؤال هذا ما هو تلميع فيك، لانه ينشاف من المشاهد وينشاف من اخوياك، فما ما ترى ما في احد بلمع فيه هنا، يعني بقول صفات طيبه شوفوا، لا صح اعرف اني اساتك ولا اجي هنا، شوف انا ما اجي واجبتكم غير عارف فيكم من الصفات الطيبه، ما اجي ما عليك زود، ما عليك زود، لكن احنا يعني استكشف الحاجات وش اسبابها،
يعني اشوف عند انس يعني ما انس ما تشوف نفس لم يضحك هذا سبب الحمد لله والشكر يعني بحث عن الاسباب الحمد لله والشكر بس احيانا يزعل ولا احد يدري به يضيق صدره انا عندي قاعده افراحي للجميع احزاني لي انا نفسي همومي لي انا نفسي انا استاهل الشيء هذا ما احد شارك ما شارك احد لا احزاني ولا هموم الباقي اشاركهم اللي يبونه كله احزاني وهمومي لي ومني مني ولي عقوتهم ما اشارك في احد ولا احب احد حتى صار موقف عند الشباب هنا لعل انه شويه الخاطر انحشت والله طلعت الحوش شوي ابو شيب جاي مدري منين كان طيب الله يبيض وجهه فانا اقول لك انا ترى لا يغرك من الضحكه ولا هذا لكن احنا لكن نحاول نغطي بعض الشيء عسى الله يرحمنا برحمته. عندي سؤال له تسمح لي ابو متفق؟ اسال. سؤال كذا ليش انس قبل الاستبعاد غير وبعد الرجوع غير؟ والله كثير انا سمعت السؤال ذا يدور والله حتى قلت طروها خذها كاش كذا طروها كلهم والله كل المقدمين طروها السؤال هذا كل المقدمين نبيك تجاوب انا شوف انا والله ما لاحظت تغيري الا يوم طولت يعني عقب ما جيت من استبعاد وجيت هنا واخذت لي تقريبا حوالي 3 أسابيع حسيت اني مقصر جدا وصح تغيرت تغير اجباري ما هو من كيفي لاني انا يوم طلعت وشفت دعوات الناس والمحبين وهذا يطالب وهذا يطالب ومطالبه ساري ازقني انا اسلم على المكان نعم يا ساري فاقول لك اشياء كثيره حس انا يوم دخلت توقعت ما راح يتابعني الا 600 5000 راحوا احس يتابعون الناس كذا اهلي يتابعوني بس يوم طلعت جتني ارقام وجتني اعداد ناس مهوله رجعت انا حامل مسؤوليه قويه جدا 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 فلعل اني قاعد افكر المسؤوليه دي ثلاثة اسابيع فكرت فيها لين تخلصت منها وودي الان ان الناس يبون مني المزيد لكن ما ادري ليش تغيرت يمكن عشان المسؤوليه حسيت بان في ناس وراي يتابعون صرت احسب الشيء ذا 1000 حساب صرت قبل ما اسوي شيء اسويها احسب لها 1000 حساب جاني انتقادات وجاني ما في احد كامل جاني انتقادات ليه تسوي كذا ليه تسوي كذا جاي كذا لكن هذا يمكن اللي خلاني اني اهدي شوي ولكن ان شاء الله تعدلت ابو شوي طيب انت انت انت, أنت في عيوني دائما الاول الله يطول كل شيء منك زين الله يرفع قدرك ابو شيب بس انا بدك تجاوب للناس ولا انا اعرفك وافخصك اضحكوا استانسوا الحين بدينا الحين بالشغل الصح يا طيب فكر لاني انا بس مهد لكم ترى الخاطب من اسمع عايزي انس سم ترى سؤال صدق سم يا ابو وش مشكلتك مع العيال؟ العيال من؟ متعب مشكلتي معه؟ اي حبيته بزياده صراحه ما في غير نعم وانا الشخص اللي احبه بزياده اتمشكل معه عرفت انحاش والله يا ابو شوف يا ابو متعب انت ابو متعب انت ابو متعب انا ما انسى كلامك لي في الغرفه داخل مساكني لحالي ايه هو يوطي علي من الكلام يا رجال اللي انا ناسي بس خليني بتذكر ابغاه يوم انت ابو بندر تكلم هو ثم جاك ابو بندر وراه انت وانت ما حد له طريق مقصر وانت مقصر وانت من محبه والله انا يقول لي من محبه اكيد لكن قاعد انظر فيهم اخي حسيت تعرف احس اللي يحس حسيت انك ايش ان حتى لو جاء في النهايه يمكن يقدمك على نفسه من كلامه هو ابو بندر حسيت اني استحيت على وجهي والله انا استحيت على وجهي يعني يجيك شخص يحثك على النجاح ويحثك على شيء كثير ويحاسبك على تقصيرك شيء كبير جدا بمتعب اصلا كان في عيني كبير وكبر اكثر بمتعب عاد امورين وياه شيء ثاني تستاهل جميل ما انت مصيت ابغى طيب ليش ماني باصي فارس؟ ما ادري وش تبغى انا. لا ادري يمكن وصلتك. يمكن. طيب. خلي السؤال لك انت. ها؟ وش مشكلتك مع وش مشكلتك مع انس؟ او وش مشكلة انس مع علي؟ سؤالك ذا ما جاء الا في شيء. لا شوف اسالني انت. اي انا اسالك. اي. اسالني.
سألني وش السؤال. وش مشكلتك مع أنس؟ أو وش مشكلة الأيام مع أنس؟ أو وش مشكلة الأيام مع أنس؟ أو مشكلة أنس مع أنس؟ يعني تأخذ سؤال وترد علي. إيه نعم، أنا أسوي لي تويت لك. كذا ما استفدنا. أنا أحتاج منك إجابة. أنا جاوبت لك أنا، أنت قلت لا انحشت، بس أنا ما أدري وش تبي. ليش تضحك؟ جاوب. ليش تضحك؟ ما ضحكت. طيب. حمد البسردي. مشكلتك ما علي. لا لا لا. أو يمكن ما وصلت بس نعدل. أنا فاهمك وفاهم. طيب. حمد البسردي. بيك. لو قلت ليان هذاك راعي الأسئلة القوية اللي تخوف، أسمع عنك، سويتك مع العيال كلهم. ما ودي أجرحك. لا روح أغوص. تقوم من عندي. لا أغوص. ما أقوم منك، أقوم من ناس واجد بس منكم أقوم. سولفنا فيك اليوم ترى. سولفنا فيك احنا اليوم. أنا شهد في مجلس هذا. يوم خذ مجلسك وخذها كاش. ذكرناك بالطيب والله. تستاهل أبو متى. الله يرحم والدينكم. حلف لي حلف توقعت انه قال عليان يملك قلب ابيض نظيف. وانا والله صادق وما حلفت الا وانا صادق. المكسب كله صراحه المعلومه هذه ما ادري عنها. والله انها اليوم. لكن حظك بالدعوه جتك. الحمد لله. ترى هذا الشيء هذا المكسب الحقيقي من الحياه. حتى ايش هذا ترى تدري وش تدري وش هدفي هنا؟ ها؟ اكسب الجميع. انت والله كاسبها يا ابو متى. كسبتها. لكن طماع. ها؟ طماع انت. لا. تبي الجميل كله لك. الجميل؟ انت تقول الجميع ولا الجميع؟ الجميع، الجميع. اي هذا كسبتهم خلصت يا ابو متى. الجميل. الجميل ايه؟ اكسب الجميل كيف؟ انت كسبت الجميع ولا الجميع؟ انت كسبت السلام. اقصد الجميع. الجميع اي كسبتهم كلهم. الجميل ولا الجميع؟ مين قال؟ الجميع الجميع. الكل. كسبهم. اي كسبت الكل. الجميع. والخسران اللي ما يكسب. المجموعة كان. كسبت اقول انا. كسبت المجموعة وخرج المجموعة. أصعب موقف مر على محمد المسردي في خلال 74 يوم، احنا 74 يوم. اي نعم. 74 يوم. استبعاد أنس. موقف ما أنسى، خصوصا أنه كان في بدايات البرنامج وكان هو من الناس اللي محمسني على البرنامج. مثل اللي يمسك أخوه ودخله في سوق. ثم قعدت أتلفت أدور له ما عاد لقيته. كان صدمة خصوصا في البرنامج لدرجة اني فكرت اني اطلع في وقتها. لو قلت اذكر لي سبع اشخاص في هذه القرية يقول محمد انهم اقرب الاشخاص لي. وترى في حال ذكر اي شخص انا اعرف من القريب من محمد صح. بس انا راح والله شوف. ابو متعب اجاوبك ذكرك لسبع أشخاص ما تجاوبني بشفافية كاملة ترى راح أقول لك لا هذا لا هذا إيه لا شوف بقول لك طيب تفضل حنا الحمد لله نسختنا عرفت بيش خوب. شوف اسمع أبو متى خلني بجاوبك طيب خلني بجاوبك عشان يواضح أدري إن السبعتاعش حنا أو 16 حنا الآن 15 راح أخويانا راح 16 بري حالي 15 أنا أدري إن 24 كل ابوهم عندكم لهم ذكرى ولهم بينك وبين السالفه وبينك وبين الضحكه وبينك وبين تحت الهواء ادري انهم كل ابوهم غلاهم انا اتكلم قرب انس ومحمد المسدي بيني وبينهم حاجات ما بيني وبين يعني بندر العلي فارس عز طبيعي هذا بين عزوز وفارس حاجات يعني هذه حتى في المدرسه تقعد عندك تقعد جنبك اخويك في الفصل ايه طبيعي جدا انا اتكلمك خلي جاوب اذا ما جاوبتك ايه؟ فانا ابغاهم ما جاوب اي اتكلمك لا اتكلمك عن شوف. سبع اشخاص لهم ثمانيه ولهم سته سبع اشخاص انا مشكلتي انك حطيت سبعه ممكن مو بسبعه ممكن اقل ما هي مشكله قام الشاغر عادي قام الشاغر اكرر لا لا صحيح جاوب والله شوف اللي يميز نسختنا ان حصل لك موقف مع كل واحد منهم ابو شبيب بجاوبك انا بجاوبك خليني اتحدى بجاوب ما بجاوبك اللي ميز نسختنا ان حتى الجميع حصل لي معه موقف موقف طيب والشيء الثاني انا مره من المرات يوم يقول انس ان العشرين شخص يتعبون علشانه انا مره من المرات كنت معصب وتعبت وطحت ولا دريت عن نفسي ما دريت عن نفسي كل النسخة وأعلنها لأول مرة
شلتني وكل النسخة راحت معي المستشفى. اتكلم بعلم بعلمك ابو متعب. لا انا بجاوب عن نفسي. تكمل اللي هو تكمل نقطه بس. انا اشوف واحد طايع عند بابه ما اعرفه شلته وديته المستشفى راحوا كل ابوه. لا اسمح لي، لا اسمح لي على هذه. تفضل. مو كل النسخ بتوقف ومو كل النسخ مثل النسخ نسختنا الانسانيه. اسمعني بعلمك. لا بعلمك، احنا نتكلم هنا في برنامج ونقاط، من شروط البرنامج ما نطلع مع الباب. لكن يوم طاح محمد المسردي وتعب ولا ادري عن نفسي، كل النسخه شالتني، كلها شلتني. فتحت عيوني في المستشفى طال عمرك، لقيت النسخة كلها عندي فوق راسي، كلهم ملتوين علي في الغرفة. قمت على هواشهم مع الدكتور، الدكتور يقول اطلعوا لا يبقى معه الا واحد. ليش ما تقول كلهم بعض إيه؟ كلهم وقفوا معي. انا هنا اني أبعلمك ابو متعب، البرنامج هنا نقاط. طيب في ناس بتحرص على نقاطه، خلاص راح اثنين ثلاثة أربعة جميل. ليش اروح انا؟ جميل جميل. ينخصم على اثنين ثلاثة أربعة ولا ينخصم على المجموعة كلها ولا يبعض؟ كلهم جميل. كل النسخة كل النسخة بعلمك. لا أنا أقول الصدق، يعني الكل منهم كاسب في محمد معروف. صحيح صحيت، لقيت كل النسخة موجودة معي. أنا ما كنت معي. فأنا ما لا كنت موجود. أنت من ما رحت المستشفى. أقول موقف. ها أقول الموقف اللي بقى. من بقى؟ علي ونواف طلبوهم العيال أنهم يجلسون. ومن؟ بندر العلي. وبندر العلي كلهم طلبنا ولكن ضراعوا كلهم. ايه طلبوهم العيال انهم يجلسون في البث. انت لا تخليني اسرد لك القصه كلها يعني تقول انا لا خلها بس انا يقولون فيها تعشيق. لا لا بس خليني بعلمك. لكن الجميع قريب لمحمد. طيب جميل انا برجع لك وتجاوب من جديد، بس انا النقطه هذه بعدين ارجع لك للسبعه اللي راح تجاوب عنها. اسلم. تقول 20 واحد شاني ورحنا المستشفى. الا اللي طلبوه من الربع اللي يعني يصف. اللي انا يقول والله 30% 20% والله بطلع لقيت احد حاجه خلني انه تعبان. منطق ولا ما منطق؟ يمكن منطق. ها؟ يمكن منطق. لا لا تقول يمكن منطق. المنطق أنا المنطق شوف. انك تظن الخير. سم. اعذروني اعذروني اذا كنت صريح. سم. حتى لو انها مزعجه فانا هذه صار هذا هذا ديدني اللي امشي عليه. إيه؟ لو بجامل ها إيه؟ ما استفدنا شيء، بس هذا الواقع وهذا الصحيح الصدق يعني صحيح. انا من الناس اللي ما رحت عندي يعني بيني وبين ابو شبيب يعني ما بس ما رحت لاسباب منها يعني بث وما بث وانا وقتها حتى السيارات تزحم وزي كذا. ما هو طلبته بعايض؟ اي ها؟ بعايض اي كم طلب؟ ارجع واقول عندك سبعه مقربين لك في القريه. انا ما اقول لك رتب لي الاول والثاني والثالث، انا باك تعد لي سبعه. انا بجاوب لكن لا تحسب ان الباقيين غير عند محمد المسردي. إيه الكل له مكانته عند محمد، لكن بجاوب. انت إيه؟ تبغاني اجاوب؟ ايه انت انس الميموني ترى انا اعرفهم، بس انا ابغاك تبين للناس اللي تبى تعرف محمد من اللي قريب منه. ترى انا اعرفهم، لا عشان ما يقول انا ما بمنك معلومه ابو شبيب. جاوب بجاوبك تفضل. انا ما عندي مشكله بجاوب. أنس الميموني واجع على هالشال. طيب محمد بن بندر عليان بن متعب. هذول أربعة؟ أنت محدد سبعة ترى. إي نعم. عليان بن متعب محمد بن طوالة عبد العزيز المسفري فارس بن مبارك. جميل. ما أتوقع في هروب. صريح صريح جدا. اتوقع انه صريح. لا صريح صريح اذا صريح فيها صريح يعني صريح. كويس نجحت في الاختبار. إيه جدا. انا وصلت خمسه. اسال السبعه عند راح اساله بيقول له انس سم كبي فيس. تصير مثل محمد المسردي سبع اشخاص مقربين. توكلنا يلا عد حد انت. انا يلا محمد بندر محمد المسردي اثنين ذول عبد العزيز صقر وازع الهشام محمد الطوالة ابو معجب
فارس. طيب ارجع لك ابو شبيب. بس صراحة انت طيب هذا زودتك ابو سبعه. شوف في نقطه راحت ابو عايض قال من اللي طلع اللي هو عزوز. انا تكلمتك عن الباقين لكن راحت عليك النقطه هذه خلاص. ما اقدر ايش انا ما اسمع هي مشكله. طيب ها ما عندي ايش الايام متى تسالوني سبعة اشخاص انا ما تنكب تروح جاوب من الموجودين انت معروف عن عليان الصراحه من الموجودين اي نعم راح اقدم لك مقربين لي انا اي نعم انس محمد المسدي وازع ابو فلاح حمد الطواله خلاص قول كبي فيس وريح هنا لا لا عندي ناس بتذكرهم من في ثاني مقربين لك وتنساهم ما تجي مناحي ما شاء ما انسى عزوز خلاص سبعة؟ يا سبعة تبتوا كم من نصها كم؟ قول الصورة اللي ورايك لها طالما أنا ما عد عشوائي لأشوف أقرأ صح أنس أنت ربع جازت لي جلسة أبو هاد وجلساتك كلكم متربعين اليوم مدفئين ما تحرك سؤال أبغى صراحة سمي. ندمت إنك دخلت المجال مجال الإعلام لا والله الحمد لو قالوا لك رجع إلى ثلاثة شهور وراء هل تتخذ الإجراء هذا؟ إيه وحسني تأخرت بعد ليش تأخرت؟ ودي إني من قبل تأخرت من نواحي كثيرة ودي إني أنا أصلا قبل كان في ناس كثير يقول سجل 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 تقريبا من سكريبت واحد في 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 من الأشخاص اللي قال ما دعمك الموضوع ذا قال ما أنصحك أو يعني والله استامك لا أول ما حد قال لي أنا صدق قال يعني لا من الربع من الجماعة ولا من الأصحاب قدم 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 فكنت يعني في اشغال مخرتني على الشيء هذا واشياء كثيره كانت مخرتني فلعل ان الرزق كتب في هذه النسخه والحمد لله الاخيره تعرفت علي مثلكم شرواكم ولا كسورهم بالنسخه اللي قبلها كلهم والله لي علاقه معهم لكن ما قص اني يوم تاخرت اني ودني من قبل عشان اصير مقدم عندكم في هذا البرنامج او مشرف عليكم أنا نسختنا أنا نسختك تصير مقدم أو مشرف يمكن حتى مش مرصة علمتك تحت الهواء علم قلها قفو قلها لا أنا عادي من نطق الضوء الأخضر أنس أنت ما تصير مقدم أنا ما أصير مقدم لا حلو اسلم أقول لك ليه إي نعم قام يتثنى تحتها كالنسب يبلي الياما حتى الذيل راسه تعدى راسها ورقبتها صفرة وهي بدعارها سمعت الخيل شد من ضرب الدفوف ارجفتها وقامت تشيل بنفسها بسمة شيل وصاح النذير وسبق الخيل جتها خيالها دايم على خصمها الميل لا فرق رجليه عن معرقتها ايه انا عندي ممكن احولها عندنا ممكن معين عندهم محاور هذا هذا القسم ما صح يا بس ما تعال طيب ايش رايكم فضل ولا سامرين ابي منكم قصايد للمجاهيم ولا الوضح بشكل عام توصيف البن يالله كثرت سكر اكيد انت يا سلطان وصفت البن لك قصايدين في توصيف البن اطمرك يا سلطان لا والله مرتاح قصايدي إلى مثلا تعرضت اما في موقف طيب سلطان شلت شيله في احد ولا كذا اوصف كذا طيب عطنا سلطان قصيده ما قد سمعناها احنا
والله والله ما يخونني هنا الا الحفظ، حتى اللي جايب الدفتر كله بعض القصائد بعد حتى موجود في دفتر. بس والله ما ادري الحين خلنا نشوفه. ها تقول تكفى بسير بس عادل. هذا مشكلة عندنا ما بح حاجة تكفى، كل سنة تكفى. عزوز. احيان ترى اكتب بيت اكتب بيتين اكتب ثلاثه اكتب اربعه واكتب سنابات ما لها حد ولا رد، حتى الوطنيات اكتب ما لها حد. شد اليوم جبت كاتب قصيده كامله، كاتب قدام قصيده اللي شاركت وقع. بس سبحان الله جيت ابغيها ضيعتها. اذكر مره اني اقول اجعل العلم يبقى على راس العمود واللي يبى يسقط يلا تسقطه في ظل ربي ثم ظل بن سعود في بلادنا والوحي هذا محبطه. الله في بلادنا والوحي هذا محبطه. خبر بيتين قلتها حين جاء اليوم ضيعتها وضيعتني ضيع حتى البيتين اللي انا محاول. شفتك يا اخي ينسى الواحد ينسى وانا غريب بزوجي انا تجي عندي من نسيان شيء والله اني يعني حتى تخيل الحين والله اني اقول مثلا اخوي انا سولف مع فلان عرفت نوب تنسى اسمه يا اخي شوي لا غير الحين اخي فلان ولا عمي فلان ولا علمته سجلت منه تعيد السالفه وانت ما تعرف اعاني اعاني اقول بعض الناس يمكن يحسبني اني بتحاول بي ولا مهتم منه وانا مو عدم اهتمام بس حفظ سبحان الله في شيء لها سر بس ما يشوف هذا والله نعاني منه كلنا يا ابو دويحس والله اني نوبه مره بنادي علي الشمراني نسيت اسمه والله نسيت شوف اللي يجي لحظات يمكن انا معاني نحمد الله ونشكره في الدراسه يمني ادرس كنت ذكي لا غير بالذات الحفظ احب الحفظ ما لا غيره واركز الحفظ وحفظ بس يمدي انا سبحان الله يا الله حفظ انا اعتقد هذا من التفكير ومشاكل الدنيا وهموم الانسان ايوه صح انا مرت فتره الحين تلمخني هنا بس قبل سج. والله انه يجيني رجال من العمي الله يذكره خير يقول لي سلطان فيك تفكر انت تفكر تفكير يعني لا تتعب روحك التفكير كل ما انا اقول انا ما لاحظ الشيء في نفسي والى جاني سبحان الله هو الوحيد اللي لاحظ فيك لا قال لي انا اشوف احنا جالسين معك ونسولف تفكر 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 يعني وش التفكير اللي تفكر فيه؟ والله اشغال الدنيا مشاكل اي مو نحمد الله ونشكره مع شيء مو على غيري بس من الناس اللي لو شغلتي ثلاثه قاعد تفكر فيها تهتم لا والله كله في انا سج والله نوب وانا ما ناسف سبحان الله معين الهم العلاج صحيح الاذكار الا ذكر الله سبحانه وتعالى اذا تميت اذكر الله سبحان الله ارتاح بالي طمن قلبي وحسيت اني يصفى جوي الى الان نسيت ولا جيت حتى قرأت مقوله سبحان الله عندها عجيبه فعلا يقول ليس الحل ليس الحلول في كثره التفكير بل في كثره الاستغفار اني احاول أو اترك كثرة التفكير وبدلها باستغفار وبدلها بكثرة الاستغفار يعني حول كذا المضمون ها انك لو تترك كثرة التفكير تبدل كثرة الاستغفار انا باكل بدل نبيع لا 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 تعال انا خدم انا بحطك الله لا يهينك الله لا يهينك يا ابو دويحس واكتب اجرك ضبط هالجلسة لنا وصلح القهوة وصلح الشاهي وبيض الله وجه ابو معجب ركب القدر وطبخ لنا اما التفكير عز الله انه صادق ابو دويحس انه يدمر الواحد فكيف تحارب التفكير اول شيء تسلم قلبك لله وتسلم عقلك لله كيف يا فارس اول شيء القلب تطمنه ان كل المشاكل اللي في هالدنيا راح يحلها ربك وكل الهموم اللي على قلبك راح يزيلها الاستغفار وكل رزق اللي تتمناه يجيك راح يجيك لأن ربي قال في كتابه وفي السماء رزقكم وما توعدون يعني خلاص خلق لما خلق الإنسان قبل أن يخلق كتب مماته وكتب رزقه فلماذا أيها العبد المسكين الضعيف تسلم نفسك للشيطان الشيطان يعدكم الفقر
الشيطان يوسوس فيك يقولك ترك بتصير فقير، ترى ما توظفت، ترى ما ادري ايش ما ادري. طنشه، كيف تطنشه؟ اول شيء تسلم قلبك لله تطمئن، ثاني شيء تستغفر، تقرا اذكارك، وعيش حياتك، عيش لحظتك، لا تفكر بكره. اوكي خطط المستقبل ما في مشكله، لكن لا تفكر اكثر من اللازم. من نصيحه من اخ مجرب ان التفكير يدمر النفسيه، وعز الله انه يدمر نفسيه الانسان لدرجه تنحف وينحل جسمك، ويا مرحبا يا خالد ينحل جسمك، وحتى شعرك ممكن تجد التساقط، تجد تساقط الشعر. يا مرحبا ومسهلا، والحمد لله على نعم الله. هذه والله النعمة يا ريجي. أبى أجيب لكم الشعر، بيض الله وجهك يا أبو معجب، خلني أخدمك يا أبو. أشكره بدويحد ما عنده. أنا لي رفيق دق صدره وتالي حاص. لا لا لك كبستان قام بسرعة. عطني الزلطة، عطني الزلطة. شو سوى؟ جاي مزين زلطة كفو بعد. أنا أبغى أتعشى. أنا رايم الله خير. هذا أخويا الكبير. عيشة. عيشة. الحمد لله. إيه. الحمد لله. أنا كل ما اوف 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 ترى اي واحد من شيء شيء وين الكاميرا اللي صوبنا كنترول شوف 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 اوف 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 وشو يا ابو دويحس شوف شوف هذا العيد قناصه لابي يقول اذا شو يقول سوي رجيم سوي خفف هو قد كبير تو قاعد ايه رجيم وخفف صب زبادي شوي شو الطاج زبادي يا ريجي خلنا احنا ناكل ترى الواحد اذا ما ناكل ترى ما يستانس هات شاي انا اشهد والله يستانس يا كريم نستانس والله هو صادق تخيل جوع الحين اذا قلت صايم ما اللي الربع الورا نسمي يا ابو معجب شم شم والله يحييكم الله يبقيك الله يبيض وجهك وجهي ابيض مية غريبة علي ما سواش العلماء والله ابو دويحس اللي طبخ نعم استاهل بيض الله وجهك ابو دويحس والله ابو دويحس ضبط لكم البراد والدلة وابو معجب ضبط لكم الكبسة والفرشة هذه جابها ابو دويحس ومحمد بن ملحم وضبطوا لكم الجلسة رياجيل شغميم اخوان شمة على واقعيتهم وانت طلع الزين من الحمام ايه يوم اني داخل قاعد اغسل شعري وتورطت شعري قوطر جاني بن ملحم راح اجيب من شفتك وجهي راح جاب لي وجا بيض الله وجهك خدمت هناك وابشر بسعادتك انت يوم تصايح علي لا قاعد انادي واحد من عندك بسرعة يا مناحي اطلع معك ما وتعال نزلون نبيعها اي والله حتى انا عطل جيب الكرتون كله في استغلال يستغل الشيطان اذا ما حد اذا في واحد من اهل اذا واحد من اهل الصحن ما سمى شاركهم الطعام صح والله النبي صلى الله عليه وسلم صح يقول كنا جالسين مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث انه اتى واحد يبغى ياكل فمسك يده قال فاتت جاريه ايه فاتت جاريه كانما تدفع انت تبي تاكل الطعام فاخذ بيدها اطلب بالله اليوم قال فسمى بالله في معنى الحديث واكل قال والذي نفسي بيده في معنى الحديث ان يد الشيطان مع يديهما ليش ما سمع يبي يستحلون هو الطعام كلهم مسمين عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة جاءوا ناس زي ما تقول يبغون ياخذون بدون ما يسمون عشان يشاركهم الشيطان الشيطان اللي دافعهم في الشاهد من الحديث ان اذا احد من اهل الطعام من اهل الصحن ما سمى يشارك الشيطان يشارك الشيطان مجموعة الله يتسموا سموا شوف الشيبان قبل كل شيء بسم الله والله شوف الشيبان سبحان الله يسمون لا سموا سمو بالله حتى اللي يطش شيء قال لك سم يا فارس ما حار ولا اي شيء مو بس الاكل اي شيء جدابه سم بالله كل شيء كل شيء دخول البيت وش تخسر انت اصلا كلامك اكثر من انك تقول بسم الله اذكر الله يكون لك بالشر مره شيخ يقرا لها واحد يقرا عليه المهم ان الرجل لا نطق
وصار يتكلم على لسان الشخصة. حتى نحن ركبت انا وخالي وهو ركب معنا الرجل ذا يوم ركب معنا السيارة حنا فيها هذي بمكة هذي بمكة اوكي انت استعجل اتخابرها اي معكم انا وين اسلم اسلم اصد صدق والله بمكة دي انت خابر السالفة ولا قد علمتك خابر السالفة علمتك قبل ولا خابرها اي علمتك والله اسلم خرجت يود تروع صدق فهذا في مكة وصلي في مسجد بن أهيمين. الشاهد من الكلام أنه قال قال شوف فترى حنا مثلكم قال أحيانا حتى أنه محلات وأنك يجينا أحد منكم يدعسنا أو يودينا الإنسان اللي ما يسمي بالله يعني زي ما تقول خلاص يودينا ونقدر نوديه لكن إذا سمى بالله صح ما عنده ما الرب ما نقدر يجينا ونقولها صدق فاضطر كلمة مناهي وسموه بالله الله لا 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 خلنا خلص له خلنا خلص له مناهي يعني بالحلال انت تجلس مناهي لا لا يعني بالحلال قال علي بالحلال يا انت والله لا عليك حرام ولا عليك حلال دعابه من اخونا سلطان دعابه والله انا عندي دعابه اقوى من دعابتك بس دعابتك دعابه تنهيك نهائي اليوم البخاري والله يا سلطان بغيت اقول يا ريدي وقف على الماده اكل البخاري كله زيت وقف على الماده ترى هي تقول تسمي هذا في وحده تقول قدر عندك فيه وحده عندها ضيوف ومشتطه في بيتها مسرعه وهي تدخل المطبخ وتمسك هالبريق حار وتكبه بالمجله هذه ولا سمت يوم ما سمت طال عمرك ورايحة معها صغير يلحقها أبو خمسة سنين ولا يوم الورع صاح وطاح أخذته إيه خليني أقوله بس يوم ارتاح الورع وكمل ضيفتها وودت المستشفى ولا والله الولد ما في شيء المهم قامت تقرأ عليه اللي والله تأثر ودوه عند شيخ وقرأ ونطق اللي فيها انطقت الجنية وقالت أنا مسلمة وش اسمه يوم أنها كبت على المجرى كان وريعي جالس على المجرى يلعب بالماء وهي ما سمت لو أنها سمت ما أذتنا حنا مسلمين المهم قاعد ينصح الشيخ وطلعت سبحان الله لا أذته ولا أنا مسلم حتى بسم الله تؤجر عليه صح لا تنبههم هو شوف الجن المسلم يعيش ترى في سقف البيوت معي. احيانا ينزل احيانا فالمسلم اكيد بيعيش مع مسلمين فهم؟ عشان كذا انت سم كبيت شاهي سم نزلت شيء سم ما روحش من حاجه سم حتى الروعه يا واجع بعدين يقول سبحان الله الله يكفيك يقول اكثر ما يجون عند الرياض ما لاحظ فرح شديده ما لاحظ الحزن الشديده الله الله لان الانسان ظهره يضعف فيها يضعف لا اله الا الله يضعف ويكون عرضه للشيطان هذه متى؟ يقول لحظة الفرح الشديدة والغضب والغضب الشديد الغضب يعني يضعف الإنسان فيها الحزن والغضب ها الدليل على الغضب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الشيطان يجري مع مجرى الدم الشغلة الثانية الرسول صلى الله عليه وسلم في مفهوم الحديث إذا غضبت كنت واقفا فاجلس فكنت جالسا فاضطجع عشان تغير حالتك منها حتى سبحان الله الدم الشغلة الثالثة قصة قابيل وهابيل عندما غضب قابيل وقتل هابيل ليش اقتله وسوس فيه الشيطان جرى معه مجرى الدم وسوس فيه لين اقتله فتصدق جاء في لحظة الغضب عنده بعدين من وقت قابيل إلى يومنا هذا أي نفس تقتل نعم له مثل اثمها قابيل نعم لا حاجة ثانية الدليل القاطع النبي صلى الله عليه وسلم قالها احد الصحابة قال اوصني لا تغضب قال لا تغضب قال فرد دميران لا تغضب طال حول ثلاث مرات بس انه معنى الحديث قال فرد دميران لا تغضب شوف يعني ترى الغضب برزقه دائما الانسان اللي يطلع منه اسوأ كلام منه ولا اسوأ حاجة ما يتصرف على ما يتحسب على الا بعدين لانه ما قالها وقت غضب الحين انا يا مناحي ما اطلع ان اللي فيك من عذاريب ما ابقى له الا حاله اني غضبان دامني راضي حتى لو شفته ما ابقى له صح فالغضب سبحان الله اللي يقول عين الرضا عين الغضب تفتح عليك السماء وعين الرضا لو بك خطا ما تشوفي هل قال احد الزبادي غير كذا يقولون
لا تتخذ قرار وانت غاضب ولا تعطي وعد وانت غاضب. من قال جبادي؟ لا تشتري اكل من جوع. جبادي يا ولد هذه حلوه. جبادي يا والله صدق انك تكثر بالاكل. والله حكمه انك تبذر بالاكل. والله صدق والله مره صحيح فطن على سالفه. جارنا يقول انا مره يقول صايم وجوعان يقول اروح اشتري لاهلنا من اغراض يقول ما هو من البقاله من سوق الخضرة يقول واجيب اشكال والوان هم يعرفون واخر شيء اكل موزه وتفاحه انك تبذر بالاكل والاكل يخرب فلا تشتري اكل من جوعان هذه حكمه خلها ولا خلها حلوة ما تشوف زعلني يوم قلت رد علي كذا اعطاني النظرة يعجب يفكر خارج الصندوق واجد محمد حكيم ايه يعني تأخذ منها الحكمة؟ نعم نعم والله حول الحكمة وش قصدك؟ تأخذ منها الحكمة ليه؟ رجل حكيم لا وش قصد تأخذ الحكمة؟ من أفواه المجانين من أفواه المجانين قصد أنا قلت سمعت مني ولا منهم؟ تبون يفتنون بيننا هذا مثل معروف يا محمد اللهم لا تأخذنا بما فعل التفاهم منا أوح يعني أبو أحمد سفيه؟ والله هذا السفيه أوف كلنا حقيقة هل تريد رجا؟ يا محمد نعم اللي قالوا السالفة أنا سمعت مني سمعت مني حكيم صح؟ لا يقول اسمع ايش بلغ أنت اللي سمع اللي قالوا السالفة فارس وسلطان وحملتن حملتن الملاعب كيدهم نعم كادوا لك كيد وحملتن إياه حملت نفسي كبر سلمى ملامة حتى الحريم لا أخوة يوسف كادوله اسمع أبو أحمد أبو أحمد أبو أحمد اسمعني يلا تفضل يهونون الربع أنا ما حملتك الملامة لأنك جبل وتشيل أبو أحمد لا هذه ما هي أم هذه ما مشت؟ ما مشت محاول مرة أخرى أنا ما حملتك الملامة لأنك تستاهل أيوة كذا طح والله يطلع طح كل الناس الربع ظني والله ما نخلي بس 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 والله ظني أبو معجب أنك أجودي إني والله ها أجودي إيه جويد جويد إني والله جيد ترى ما فيها شيء أجواد سبحان الله انا احس ان نجودي صدق انها المدح هي مدح صحيح انتم عندكم من الجود انت تقولون من الجود يعني شقردي اجودي بالشمال اجودي عندكم طيب يعني طيب طيب من الجود انت حرد لك الاجودي عزون اجودي متى الاجودي الاجودي اللي هو يجي طيب وبسيط والخدو انتم عندكم لا لا وكذا عندكم طيب وبسيط انا بقول انا شوف انا ما يقول لي اجودي انا صنفين يقول لي جويد لا جويد غير جويد من جيد جويد لا يقول لي جويد لان لقاه اصلاني على شغله خلصه بترى وانت توك جويد ما اخره لا يقول جويد يخلص الشغل بسرعه يحب يخلص شغله بسرعه استعجل مره انت استثمرت موت ما انت والله باقي له شهر عندكم نفس الشيء موت الكويتي يعني لا جويد من جويد وادق على العيال اللي بالكويت ابيهم يجددون الاستثمار هي بس مو عليه تفويض بس يعني لها شهر وابوي عندي قال ود ايش بلاك انت جويد انت قلت ليه قال باقي شهر استثمار وتنتهي خلى الماء تخلص بعدين ملاحي يقول جويد خطأ كيف كذا تعال الحين سيارتك كويتية إذا دقيت هرن تقول طاب الرهر ما يبغى طماطم جبادي أطلي كلام هذا الفكر حال سنة أنا كنت أمنع نفسي من دخلت البرنامج ما أفكر خارج الصندوق بس سبحان الله يوم شفتكم أوكي قلت يلا كبشة أنتم أظهر سمعت بذات الوقت يقول فلان أجودي يعني ابن حلال اجودي يعني طيب يعني طيب فيه شيء من السكانه نعم الله اجودي هذه عندنا هذه شوف طب الصراحه انا من اول والظاهر انه كان كلكم اجاويد لا خلني اقول لك كلنا معنا الناس اللي اجاويد تبع الخير الا قال فلان اجواد الى الحين ترى الحين يقول مثلا مثلا ريل كبار سن ولا طيبين ولا يعني ختم هنا وقلت اقرب ما تقول البخس يعني فلان اجاويد يا بخت اذا قالوا اجاويد قال لي انا ما هو عند الناس كلهم أجاويد يعني طيبين وهم هم بهالشر الله هل أجاويد رايحين بالخير ومشر وما الله الله أجاويد ويوم جاء هنا قريب لم يقلبون إيه إذا أبغوا مثل ما قال خصون حارة قالك أجودي وأنا قال فلان يرجع فلان أجودي أجودي والله لو مو بأجودي ما يخلي حقه يروح أجودي كذا يعني أنا أتوقع أكبر معنى عندك الشاعرة الحربية اليوم شغلت قال أجواد نسل أجواد جيل بعد جيل الطيب فيهم من قديم من توه أجواد قاعد تمدح يعني طيب طيب ظاهر ترى إيه ظاهر أجواد الجيد لا 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 من الجود من الجود والجود ترى يعني من أعلى مراحل الكرم صح أو الطيب إيه
نعم من اعلى مراحل الكرم. يجود علينا الطيبون بمالهم ونحن بمال الطيبين. اي بس اقول اول المشكله وش المشكله تغيير الناس معناها يفرون كلام خلاص تغير معناها ما انت تقدر تتفرغ عيال اكثر سوالف. ايوه الطبقه وسوالف ابو دويحس وابو احمد ومحمد الطواله وابن ملحم وابو معجب وفارس ياكل وش عاد تبغون؟ فارس ما قصرت صراحه. اي والله الله يجزاكم خير. ابو معجب الطبخ. انا قلت الاول ما بدي احنا نسوي كبسه غايبه شيطانها. والله شوف يا جميع طبخ الكبسه وكمان يجميع. ان كان ما انت جويع ابشر بي ابو انا اللي اطبخ. انا بقي الريج ترى بقي اربعه. بقي اربعه؟ يا رجال من حضر القسمه فليقتسم. يكفيهم البرنامج. نعم. يكفيهم لا ولا يشربونه. اللهم ذا الحين على قولتهم ما ذاك يقول والله حباط. اما انت. احبط جاد الله عليك العافيه شفت جاد الله عليك من الجود ترى جويد هي استصغار جيد ترى خيرك اي شوف جويد جويد استصغار كلمه جيد يعني انت كفو كلمه كفو كفو يعني ما هو بكفو مره جويد ما هو بجيد مره طيب كان طيب 50-50 طيب كثر الله خيرك ابو معجب هذا اللي فاهم من الطيبين جويد عطنا شيل لي شيل لك كله كله عشت ايش رايك بالخلطه؟ عز الله ولد هذه الحاله انا اشهد انها الخلطه السريه اقول لكم ما ضبطكم انتم بس جيبوا لي اغراض الخلطه الحاله متنادى العشاء والله العشاء الحاله والخلطه الحاله اي والله لا والله بالعافيه والله خطير يا ابو معجب في طحانه ولا ما في؟ صح؟ في طحانه صح؟ لا ذي لا في طحانه ما تكون عندي هذه هذه مريس دي في طحانه مريس, مريس يعني مخبوص يا جينا كان جماعه حمينا اسمع والله هل هو علينا ولا برا عشان جديد هذا عنده الهواء ابعد هو غير علام اللي في ذمك اي والله ايش تراك بلا والله اني اعرف شفت ترى علنا الهواء يا ولد اي علنا الناس حبايب هواء ولد خذوا العلم الظاهر انه في براد صح في براد علينا براد الله لا انت قلت كالبث البث على عليا لا مو بالبث على اليوم اي نعم الرجال خليك صريح من اليوم عادي من لنا ساعه هو عليهم عادي الرجال يقول برا يقول انا ان كان علينا مرحبا به لا والله ما نزل بس الناس تاخذ الفرص يمين ويسار والناس تتمنى ان في ناس تتمنى ان تدخل برامج واقعيه بس هو يعني على قولتهم اني وكثير يعني اختفوا من الساحه. صحيح. انت بحيث انك يعني لك خبره في البنيان. العماره كيف تبنى؟ اول شيء؟ ايه. اول شيء القواعد. جميل بعدها. بعدها العمدان. كويس. بعد العمدان. ثبت النظافه. ثبت النظافه. عجبني. نقصت الميده. طيب. طيب. يعني لا. لا هي لها طرق يعني. تدرج. تدرج نعم. اسهل شيء وشنو في البنيان؟ اسهل شيء في البنيان؟ ايه في البدايه قصدك؟ في كل شيء اسهل شيء في البنيان والله البنيان كل شيء فيه صعب لكن يمكن اسهل شيء الشغله اللي تاخذها يمكن يومين او تاخذها يوم واحد اللي هو الدركتر او ما يجي يمهد لك الارض يزين لك الارض ويحفر الخزان يساوي الارض ما يمكن ماخذ يومين لكن حلو. اذا نزلت البلوك عارف انك في مشاكل فهمتني؟ يمهد لك الشيء ولا يمهد لك؟ يمهد لك الشيء ولا مهد لك وانت تبدا تنزل قبلك وتبدا فهمت ايش اقصد نفس الطريقه يمهد لك مين يمهد للعيام متعب ها مين يمهد للعيام من هو الشيء اللي مهد للعيام بالمتعب اللي مهد لك ما حد مهد لي انا جبرت ولا كذلك لا ما قلد لا شوف انس في الحوارات هذه ما عندك تحجل لي ما حجرت لك انا يا مسلم أنت مثل اللي يدف الحاشي يكزه بيطيح بشيء لا لا أنا ما دف الحاشي ودف بشيء أنا سكس واضح وحن ذبح البرد أخص عليها برد ورجي تعش أنا خلصت أنت خلصت؟ عندك سؤال بشي بي؟ لا أدري أنك جوعان أنا بعايض ما شاء الله جوعان أنت تفقه وقوموا مغفور على عشاكم بس ما سألت أبو عايض سؤال أنت وياه توقعته كم طلي عند أبو منصور اسمه كم توقع أن طلي ذا الاسم هذا بكرة وشو بكرة ربوع إيه بكرة نحدد حنا إن شاء الله بكرة
هو بيجي الخميس صح؟ بيجي الخميس. احنا بكره حد نشوفه بالمصر. احنا بكره المصر المصر خم قفل يجي هو بكره يفتح بكره يقول خم جبت ذبيحه. وين لها طليين هذا ما يمثل. يمكن فيها حاشي. اوه ما ادري ادري كيف احنا قايلين غارت من يمين وغارت من شمال. والله ما ادري ندري كيف الحين قايلين. احنا الايام بالبرد. ولي اوك البرد ما تعشى معكم اكو ابو معجب اغرف على الصحن ذا اغرف على الصحن ذا انا عمدي على الصحن ذا عادي اي اغرف على عادي اغرف على يلا كان ابو متعب ياخذ معي لقاءات لعلنا حجرنا له حنا حدنا ابو معجب سوالف ما سوالف ها سوالف مثل وش؟ وين؟ الحار ما أكل أنا. ما الحار؟ زبادي ولا زبادي وطماط وبصل. في ذمتك ما في حار؟ لا والله بغير حطيت على هذه. الله يهذا فشتكم ذي يا ريدي كنا تو نازلين بيت فشين الصالة. حلوة صح؟ ها؟ إيه والله. الحمد لله. إنت ما شيلونها؟ لا الحين داري كان آخرنا لكن والله قلت 20 دقيقة. جل والله. بيك جل أنا الذمة. أنا ما ودي أتعشى وأنت تنظر فيني يا أبو. ها؟ ما ودي أتعشى وأنت تنظرون فيني. واحنا ننظر فيك تاكلون معي قصدي مير ما احنا احنا ما ناكل معك اجل ايش خيره روح من والله ما ادري وين الخيره فيه تدري ليش ما ناكل معك اجل علير قل ليش لا 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 خلا خلا تصير لا لا خلا تصير عندك تكفى لا لا ما غير بقول تكفى لا عشان اريد انك تخطي علي انا صدقني ما اخطي لا انت خطاك ده ما اكل معك صدقني ما اخطي انا قلت انا ما بك تبرر تدري ليش ما ناكل معك ما بيدري ها عشان اخاف اني اخذ لقمه عينك عليها وثم احرمك منها محبه لك وتقدير لك ايها طيب ما تمشي يا ري قال ايش قال لقمه الغاء لا يمسك فيها انا انا صاد اقول لك هذا والله صاد خلاص انت تاكلها وتضمها عاد تفكر في المحبه والدنيا ذي تسولف فيها الحين عطر السفره معك اعطيك اللقمه من فمي تعبان كيف كيف والله اني اعطيك اللقمه من فمي انك تاخذها مني واعطيك اياها سفر سفر هنا سفر هنا نسيت؟ ها اجحدها اجحدها اعطي السفره تبني عددها تبني عددها يا مبارك يا مبارك اجرها 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 مالك مداقش مع الرجال ابو معجب الرجال والله ما تداقشه باللقمه واحد واحد من خوالي اللي افطرنا سوينا فطور ايش يقول؟ يقول لا تكبر اللقمه لا تكبر الخبزه يعني لا خذ على مثل ريجي لولي اكل مكل الجمال وقم قام رجع الله اكبر هذه سؤال برا زوين تبون احلي من ذي ترى في مايونيز وفي شطه شطه احلي من ذي وعليها تبي اي اي حط العليان هذه تحبها وقت تقول تحبها يقول رص رص تبين شوي ابناء ولو البرد شاغلكم قد الدجاجه تحسفت مين حط الفلفل؟ الدجاجة تحسن مين اللي حط الفلفل؟ ها؟ مين حط الفلفل؟ ما في فلفل أنا حط فلفل ما في أبوك يا ما هو فلفل هذا بصل خضر أنت حطيت؟ لا بصل خضر أبي ورقة أمس أشوف اللي فلفل يصير وراني واحد طاح بصل أخضر اعذرنا اعذرنا ذي المرة أبوك بصل أخضر بصل أخضر شكل حرة ولا حرة؟ حرة ولا بطحاء؟ هذا شو ما أغيب عقالي ولا؟ لا لا خلاص خلاص تعال تعال يمكن نعم دال هذا حرص شاي دال حرص شاي 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 كرك ما بيك تشم عاد هذاك ما التهب بديه ويا المع داخليه تقول كاتشب على الرز كاتشب على الرز اي هذا اللي يحط برتقال على الرز برتقال ما في خلاف لكن كاتشب كاتشب يحط موز انت هذا التمر وتحط موز صح مع اللقمه مع الموز ما كان صح ليه؟ أبي وش أقصد؟ يقول الموز ما هو بأنا اللي أكله إيش قال؟ ما دام تمشي؟ ماشي أي والله أنت أنت سعادة تمشي أنا كان خلاص مودني لا وش وش مدتك لهلتك والله جو جزاك الله خير إلا تعشوا تعشوا نوم جزاك الله خير يا أبو معي يا اخوي ادري مين مصدقه اي والله ما انا ولا تتاخذ من لسه عجل انك بيض الله وجهك
شوف ذا الحين موجود هزان تصدقت بسكم علي انا تعرف ها ذبحهم في البرد مره هاي جمدنا جمده برد البرد يجيب الجوع ولو كانوا باطلين قلم بينهم بين الرز هده يا ولد ولا يرفع خشم علي الرز شوف المقدم ياكل اكله المنقر يسحب اللقمه من شنق انس شوف شوف شفت منقر شوف 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 دلقامها دلقامها لا لا ما تبيها بخمسه ما شاء الله ما شاء الله شوف 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 لا اله بالعافيه اصدق يا والله ما بيطلع حليل انا شوف كيف ياكل كذا على الوزن سبحان الله على وزنه ما ياكل والله يا ولد محمد ما شاء الله عليك ما يبين فيك انا لا ترى يبين علي والله تعال نحط العظام الجهه اللي ما فيها احد يعني حط حط عظام عند عيني ليش جاب حلقه والله ما عاد خليكم تمشون ما في زنقليه تعال شو متعب تعال حفر الروز يقول كذا تعال شو متعب انس اللي يقول كذا ايش العمه ذاك اللي يقول يحوش الروز ما يطيح الروز يقول كذا ضارب ابو يعني والله بالعافيه يا ابو متعب بالعافيه اما لك بلا كل والله ما ينظر لك ولا يسمع لك لا لا بشرب قهوه انا اللي حره معي لا لا حاره حاره يعني عبد الذي ما شاء الله اسم ما يلحق عاود ادق له مقاله ما دني عايشه شوف شو يقول وش يقول والله يا عيني يدق علي ابوي على عيشه اخليه لين خلاص عيشه اقوم ادق له ادق على حلوه ما اقدر انت خلي ابوك يتابعنا الحين والله خابرني ما شاء الله تبارك الله حلوه الخلطه طاقية محزن على راسه حامر دندون خلوه بكره يصلي حامر دندون خلاص حبك تدري عليان متى يحبك اذا طبخك زين حبك والله لو فيك عذاري بالدنيا تعني ارتحت ارتحت العزوز ارتحت نفسيا ارتحت ما عاد يقدر يوصل لا شوف ترى يا ابوي يسوي عليك عشان ياكل العشاء بغسل وجهي روح شنو؟ هي ريحنا تعشوا انا ما كنت تفكر فيهم ترى عندنا فقره الحين ما عاد حقت علي تقول انا ايش ذنبي؟ يقبل عليها صوتي تعود والله من قدي لا تهل قاس الحين تدري ليه؟ ترى احنا الحين شوف الواحد اللي قدر خلص من حاجه ليه كذا طيب ليش قام الثوب سمن ضاق علي طيب عليان عليان ليش كذا زعلان على الرز يطيح الباقي حقك منانه يوفر حقك منانه انت تقول خالي ثم يدعس شفت هذه عشان خالي صب الشطه كلها انا بزيدها كيف تدري احنا شبعانين اختي مركزين معك والله ايه عليان خذ انا صراحه خذ صوب انس ما ياكل خذ لي صوبه ما عندي شيء خلاص خلاص يا جوكر ها قم 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 جزاك الله عليك انس بالعافيه انا بسالك سؤال جاوبني بصراحه سم قد مرك فتره ما ترقد الا على الجدار ما تسدح قد مر انت قد سمين ذكر اوكي لا انا هذا هو والله ايوه يا اخي انت غدد والله ما انا جاي انا جاي رجال هو جاي رجال رجال من الجماعه اسم العالم حزن منه خلى فترة هو ما يرقد على جنب والله غير ما يرقد على جنب من السمنة ايه طو يتكي على جدار كذا ونحس واحد ينقطع بطنه واحد من اخوياي واحد من اخوياي مستحيل ينام وما ركب البخار يا الله لك الحمد اعوذ بالله نوم ساعتين اشهد والله طيب انس وشو معنى سمنة؟ ايه طيب انس قصه ابشركم الحمد لله طيب انس انت تقدر تنحف انس؟ ايه انا ترى ترى لو اسوي رجيم على طول ترى انس تراك ما انت بسيم ما قال لك ما قال لك شيء والزين فيك يا انس ما شاء الله عليك فيك لياقه ونشيط لا تركيبتك كذا حلوه بالله عليك لو اخوي منقطع لا لا تركيبتك كذا زين ايه راكب على دقره ما له مقرب جرك ما هو علبه قرت عندنا قول ما شاء الله قول ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله شاهدينك والله عليا زين تبيه يستقعد
رابع يعني عقل ايه لا وبجي برضه لك واحده ايش ثلاث اشخاص تحسس انا ومعي اثنين كل بنونا مجنن المهم والخيشه حسب لين وصلنا 18 كاسه ثلاثه ايه وقعد قاعد قسمته ما ادري ايش والخيشه قاعد بزاويتها وانا صبها حقت كاسه ونص انا 19 ونص 20 قهوه 20 كاسه؟ 20 خاصه الصحن فضاء ويكمل علي بالطلاي نبيذ وجهك قلت له حاط 20 كاسه كذاب حاط العشر وجهته قال لك ايه ابو حجاب والله ما ازل العلاقه انتو كم انتو؟ ثلاث بس؟ و20 كاسه؟ ايوه كيس ابو خمسه كيلو ولا سلطان يقول اجعل لا لا احنا ناس حتى الرز لا نص كيلو تجاره وش فيها؟ تجاره وش فيها؟ علمنا سؤال علم التجارة والعقار معك. هو قال لك. معطيك تجارة. يعطيك الله رابحة تجارة. إيه الرابحة أنا بديها معاه رابحة. طبعا كلام هذا في البر. البر عيشة. أما بدنا إحنا طق البشت ما شاء الله. أوه. أقول له طق البشت ما شاء الله. ما شاء الله لا يفضل. الأيام ما عاد يقدر يقوم. أو زحام. أوه بابا عطاها شاهي. ادعس على الأيام. يا وجل. والله مضبوط يا ابو هاي ترى اسمع عليان حبيتك اول لكن الحين والله زهمني حبيتك اول وعشانك غالي اعطيك اياه بيدك عليك بالشاهد هندوسه هلونسه وايش هذا مهلتت 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 شلون رجل سبحان الله هذه اللي هي بعربي ولا بردو ولا ايش ذي وهدا لك هالقصيده صدق الرجال لا الساعة هذه مبروك ايش بيله واحد من الجماعة لما فكرت لقيتها طايحة مصطلحات بسيط اللي عطيت كم والله حطيت تحت مخدة نسخة اللي طال عمرك والله نسيت احط لقيت طاوة اليوم انا ضاحك بس ليش ذلك انا ما اسكت ابي كلمات كلمات واحد من اي خلاص خلاص انا اللي طالبين اختلف يا اخوي مصطلحات جيبوا مصطلحات ما نبي مصطلحات ما نبي مصطلحات سامحين لنا اشو انا بقوله بيدرون الجماعه اللي برا الرجال لا مصطلحاته كان مصطلحات مقعد مقعد هنا واحد من واحد خالي شبه راسك منعم 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 شبك على الرجال المطلق وشكله اللي شكله شويه بعيني شويه بعيني حركاته جور انت ابو عبد الله تعال نروح نبص فيها برا ما تعرف والله زورك انت اخوي ولد والله ما تظهر مني لقدك مثل محمد بندر ولا خش شو قام كنت على عمرك عليان انت لك اسبوعين ما شاء الله عليك منتظم ايش بلك خربتها شو اسوي رياضه شو اسوي رياضه انا قلت له اليوم قلت له تحلف فينا في اللقاء من ينضم معنا للرياضه كان يا جماعه كلنا ابو رياضه احنا والله انا قبل رفع حش الوزن حتى صحه الجسم عليان بكره طق من العصر اللي بيلعب رياضه انا مع فقره وازع بعدين بنضرب رايحين جايين رايحين جايين ما عندي سؤال ترى المسير يومك تشوف حدك المسير مو مسير مو مسير ترى شوف هو قبل فترة ما هذا مو مسير ابو دحس كيف هرول هرول انت تشوف لك حد تبي توصله والله انت منه ترى ما في مسير لقيتك حد ما تسير 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 شوي لين حدك من ولا حد باع ومن ولا انا لا يزود وزن أي والله زايد انا 4 زايد انا 4 كيلو كم 4 كيلو كان هنا 13 بدي 16 هندل هندل بس هندل هندل ما ايش استانس تكفى يا ابو متعب لا تظهر لك تميت ال 20 كيلو يلا شوف اسمع اسمع طلبة ما 50 لا لا هذا بكره كمل 20 الايام اسمع اضمن من هذا كيلو ذا لي اسمع ما بعايو ولا الايام الى قد الايام يطلع 90 ولا 100 شوف الحين ما قال شيء بس شرط انك يلاقيك بتطلع ناخذ المصطلح هذه كلها نكتبها وكل كلمه معناها علشان ندري وش لا 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 تكتب وما تكتب علمك اياها لكن تسرقها مني لا ما انا ماخذها هذه مالفها كتاب هذا مسوي انا ما باخذها ابغى عشان اراجع اقول وش يقول يا سلام يا رب انا والله حاتي لي يوم حاتي لي يوم لا تفارقنا لا تفارقنا واشتقت لي مثل هالجلسات وش اسوي يا ابو دويحس ما لك ترجع اليوتيوب خلف الصندوق شنو هذا ابي اشوفك شوف شوف اتو اتو طنجة شوف شوف لا خلاص هذا ما تشوفه مغيب السوداني ما له حيله صدق لا اله الا
اسمع تجيب لك بجنبية. اما السوداني اما السوداني جمايله علي ما يبس ابو السوداني لانه يضعف كيلو كيلو ولا بس ذوق محمد الطوالع يقول شوف عليك كيف يمشي يقول كيف يمشي قال باص رد بل بس من تحت يتحرك ظهره ثابت مو صدق والله ما شاء ما شاء ظهره وكتوه ثابته ما تحرك الرجل بس رجوله أنا مبرق المسيرة سلطان ما تسنن أنا مبرق من الطريق صادق كم ساعة؟ أه وش اللي ما تبرقون؟ أنتم عارفين مسيري في المستشفى إيه لا أنت ما شاء الله أنت سبع دقائق لا ولا ما 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 أنا باللي عرفتك أخوك أراك محمد بس الساعة كم يا دو خمسة دل تسنن 25 يا حالة أيوه آي لا هلا مرحبا يا ناس أذن قلبك يا علومك والله علوم يبشرك بخير ونعمة طيب أي والله رب هالنعم الله ما لك والله والله يا ولد حط مرطبات ترى ما فيها شيء يعني من الاحسان لجسمك انك تحط مرطبات ما لها شغل شوف ابك غديت اشهب شوف شهب شهبتنا الليالي يا ابو جعل والله عمرك سميتني يا طول عمرك سميتني اجداع ولا سم ضاع هاي فوايفيه او شيء خلاص ما عاد حدها واحده واحده طارس سميتني اجداع ولا سم ضاع هاي فوايفيه او شيء ما هو عدل علي هذا الجمر دقه وجلول وش هذا شاعر وش سهل الكسر اسمه اليوم جو شعار هنا يصورون حق شاعر طيب اي بعد روح اي لقى شاعر جالس هنا الحاله وجي عند علي انقل امشي خل نروح نبحث خفاه حسبه يعني شعره ونجلس معه ويعطينا هاك القصيده ونروح ندبر ونروح للمجلس ونلقى سبعه شعار فاضي شغل يوم المباراه اي ونلقى عيفان معهم مستحيلنا والله ننشدهم عن القصيد كنا لاحقين عليهم عاد تنشدهم شيء العلم سلمك سلمت تكفى يا ابو معجب العلم سلامتك يا ابو معجب يا عطيب المضاريب شو شايف تقول انا جيتك يقول الهون ما ترضاه اكفى المخاليب ما عاد كنس انا دخلني لا غدا الهون ما ترضاه اكفى المخاليب خليك ولا هو بيرضى ذل غير الزلايب زلايب الله خلقنا العيب من يعشق العيب والله خلقنا المصايب مصايب مصايب واللي ابدا لازم نطحن المواجهين ما همنا وجه الزمن ويش جاي واللي على ربعه يدور على ذلك ما ادري يقول فيها ايب ايش ايه اللي زهمته لا عود ذيب للذيب ايش تكش المشكله والسباي ما هو بينفع فيه طب ولا طبيب محزم عدوك في نهار النشايف هذا من عبدي ونعم الباب ونعم والله قصيت انجزله تلجزل وانجزل وما تجيب الا جزل كفو يا ابو معجب كفو يا ابو معجب شو اسمي ريجي مرحبا اللي غاب عنا ضاعت مراجلنا احنا ريجي يا اهلي ريجي بي ولا بدوني يا مرحبا بالكبسه هلي يا غابت عنا نعم شبعتنا لو احنا شابعانين اي شابعانين بس اكرم بس بس اكرم يا اخي لا قالها الوالد مره ثانيه تسمج لا اسبال يدك بس اتصب شيء مره تان 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 شايبين ان الله يغفر يرحمه تان ابك سيف يقعد ساعه في جيب يدك اذا هذا اعطاك فنجان بس تان هو يشرب بسرعه ويبقى حار اصلا واحنا ورعان ابك سيف تدفع ابك سيف تان تان لا باي غلق باي سؤال خلى عندك للساعة 6 فجر غلق غلق من يقول هذا الحين هذا المدرس غلق هذا غلق للحين المغلق الشاهي غلق الشاهي القهوه احنا نقول قطر ها انا ما قطر لا تقولون غلق انا ما قطر انا خلص يا اخي اندثرت الحين بس كبار السن ليش ايه المغلق الشاهي غلق يعني شاهي قطر شاهي وين خلني اقول الحين من احس قهوه وين قهوه وين اسمع ايه احنا نقول قطر قال ما قطر هذول خلاص إيه؟ اعداد وين فارس يا بلادي دي الله يرحم واحد كان ينادي جدي كان اسمه ابو فارس الا بالعكس يقول الشاعر عنده واحد يسميه فارس ابو فارس من ضمير كان يا ابو فارس كل هبه الريح معي والله هم رايحين في البحر قال ابو فارس كل هبه الريح معي الا حاجتين قال جدي وش هي قال الكبريت والملح قال عمي لها مترى ما جدي لها مترى ما معك شيء من هبه الريح يا يا فارس انا طالب انك تقدم اعتذارك لي انا ليش تحسين سمعه طيب اعطوني قلم ورقه واقدم تحسين مستوى لا قدم خلاص برسل لك ايميل اعتذار قدم كذا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
عبر شاشة الواقع في الفضائية 3 في في قناة الواقع الفضائية في البزنس 3 أتقدم أنا المتسابق فارس الحربي بالتعذر إلى أنس والاعتذار تعذرا من؟ وش؟ بالاعتذار بالاعتذار إلى أخونا أنس لأن أنس صراحة سبقناه بالكبسة وأنا أتعذر له من هذا المنبر وأتعذر أيضا لأخوي الجزل الطيب الحلوم أيدي الحلوم ولا الحليم الحليم اللي سبحان الله متحملني سويت فيه مقلب ها وسامحني محمد بن ملحم سويت فيه مقلب شوي وتقدم بالاعتذار الآن هي مقلبكم بارد أولا لا والله خاف وين بارد طال عمرك وداخل عليه ماء خاف يا ولد قسم بالله يضرب الداع و دهدم يا فارس اسمعني اسمعني انا ما اقول اعداد وين انا من مسيره شباب ولا اقول قهوه مسيره شباب اذا قلت كذا انا ما نعرف خلاص انا اقدم اعتذار اسمع مني لا 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 انا بس عشان تضح الصوره قل فارس وين اقول فارس وين القهوه وين قهوه عادي يا اخي قهوه وين انت شنو كلام انت شنو كلام انت شنو كلام بابا في مشكله ولا ما في مشكله بابا ما في مشكله كيرلا ندلهي بامباي وين انت طيب هذه قل هذه وش قل دلا وين بنغالي الغلط الغلط انه يسبك الغرض عن السؤال ايوه هي من ناحيه يعني مثلا اقول السطر وين السطر وين لا هو وين هالسطر لا لا الصحيح الصحيح وين الدله وين محمد ملحم وين سلطان الصحيح اي معجم معجمك انت الخاص معجمي طيب ابو احمد ابو احمد اسمع مني عندك اعتراض انا اقدم اعتذاري لاخي الشاعر الجزل اللي ابياته صراحه اتمتع وانا اسمعها وقدوتي في الشعر وقدوتي بالسوالف واضافه الى ذلك انا احبه